نيز وسام البكري كرة للترجي عرضية نعيم بربط وحاول المرور فرصة هدف أول هدف أول للترجي الرياضي التونسي هدف أول للترجي الرياضي التونسي زوج دقائق لعب هدف أول للترجي كرة معاكسة كانت المراوغة من سامح الدربالي ثم كرة معاكسة من دفاع الملعب التونسي بسام البلعابي يلمس الكرة مباشرة لشباك الحارس أيمن زيدان كرات خلد القرب اختيرة في الحقيقة الملعب التونسي لحد الآن يلعب المرتدات يلعب هجومات معاكسة في ظهر الدفاع الترجي في كل مرة يلعب الهجوم معاكس يحدث الخطورة سواء عن طريق أمير العكرون أو دينيسو مانديز أو بنتاسم تونيش في اللقطة الأخيرة سامح الدربالي معزي باتجاه مرمى الهدف الثاني الهدف الثاني روح الهدف الثاني ورود الدم كبيرة ورود الدم كبيرة وفنية عالية ورود الدم كبيرة وفنية عالية 21 ثقة لاعب الترجي وضيف الهدف الثاني بالملعب الأولمبي بالمنزه ضد الملعب التونسي عن طريق لعيب مرمى هدف من طراز عالي من أجمل أهداف البطولة لحد الآن يراوغ في مرة أولى يتخلص من العجمي ثم الحارس زيدان على مستوى الستة أمتار كيف يكون جدا يسدد يرجع يراوغ في العجمي ويسجل الهدف الثاني للترجي سلسة من المراوغات تمكن نعيم بربط من إضافة الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي ضد الملعب التونسي الترجي متصدر هدفين مقابل صفر بعد 21 دقيقة الملعب التونسي للأمانة كان خطير جدا في كل الهجومات المعاكسة اللي قادها خالد القربي وزع فيها الكرة سواء باتجاه دينيسو مانديز ترجع من معين الشعباني سامح الدربالي ابو شروان الدربالي مرة أخرى يدخل البلعابي ترجع لابو شروان ابو شروان ابو شروان يحتفظ بالكرة على البلعابي يحضر للدربالي محاولة للتوزيع التحضير مرة أخرى الدربالي سدد أرضية وهدف ثالث وهدف ثالث للترجي 43 دقيقة لعب عملية فنية تبادل الكرة كرة قصيرة التحضير والتسديد وإدراك الهدف الثالث في 43 دقيقة لعب الترجي يتوصل لتنفيذ النتيجة قبل نهاية الشوط الأول سامح الدربالي كثير مشروع لاعب واعد نقولها بكل أمل منذ انطلاقة الموسم شرب الفرنسي جاكيني دي بيرو على الجهة اليمنى للدفاع ثم مع كابرال خذا كل حظه كل فرصته كاملة لعب لقاء جندوبة سجن لعب لقاء الملعب التونسي أكد كان وراء الهدف الأول اللي سجله دفاع الملعب التونسي عن طريق الخطا في مرماه ثم كان صاحب الهدف الثالث في 43 دقيقة لعب سامح الدربالي يراوغ بكسر تونيش يمشي لاحمد الحامي يضغط عليه خالد القربي يحتفظ بالكرة احمد الحامي في ثلاثة لاعبين يحاول المرور مع خالد القربي يتحصل على المخالفة احمد الحامي في وسط الميدان وسام الدراجي ممتاز باتجاه لعيب مرمط ممتاز جدا الهدف الرابع ممتاز الهدف الرابع هدف ممتاز جدا بعد ما سجل هدف اول في شوط اول في 21 دقيقة لعب بطريقة فنية في المباراة وغير التسديد يبحث على حلول اخرى على طريقة اخرى ينوع الاهداف ويسجل بطريقة ممتازة جدا بعد كرة بالعقب من وجدي من اسامة الدراجي يسدد بقوة يتقدم ايمن زيدان يرفع النتيجة الى 4-0 نعيم بربط في هذه المباراة الترجي يتقدم في 51 دقيقة لعب 4-0 امام الملعب التونسي بفضل ثنائية جميلة جدا من نعيم بربط اللاعب الرحالة اللي لعب في السابق في اندية عديدة بالمونستير